عسلامة ومرحبا بيكم الناس كل. كيما وعدتكم باش نحكيو على الماشينة الفيسير اللي بالنسبة ليا من أحسن الاختراعات بصراحة، يرتاح المرأة برشا ويربحها في الوقت. هذا مبرودويات متاع غسالة المعون، هذه الطابلات سان اكسبير اكسترا باور، هذه تعوض كل شيء، تعوض الملح، برودوي رنساج، تعوض كل شيء. فما الكلاسيك، فما توتونا، فما اكسترا شين، فما هذه اكسترا باور. باش حل نوريكم كيفاش. شوف القنية هذي تتحط هكا ديريكت في الماشينة من غير ما تحلها، من غير حتى شيء. هاش نوريكم كيفاش بدنا نحط كل شيء. بالنسبة للي خذاو ماشينة فيسيل جديدة وما عرفوش كيفاش يستعملوها، باش نوريكم كل شيء في الماشينة. ثم أنواع أخرى عندي، النوع هذايا هذا تحلو باش تحطو، هذايا بصراحة جربته ما عجبنيش برشا. هذا زاد تحفون، هذا باهي. معنا الملح، هذا السيل متاع الماشينة فيسيل. وهذا برودوي رنساج. نورمالمون كي نستعمل الطابليت هذه ما نستعملش حتى شيء اخر، ما نستعملش البرودوي هذا زاد. مي حبيت نوريكم كل شيء. وهذه الماشينة نتاعي مارك بيكو، هذه اللي تسكر وتحل، وهذه باش تحط الوقت وقتاش تحبها تخدم. مثلا تحبها بعد 3 سوايع تخدم، تحبها بعد 6 سوايع، تحبها بعد 9 سوايع. تحط الماعون، ترك حلها كل شيء، تحط لها البرودوي وتنزل على هذه وتحط الوقت، تحط شنو اللي تحب انت. مثلا احبها فمالكم كده تنزل هذيك 3 ساعات، وهيك وهيك 6 وهيك 9. تحط الماعون وتحط البرودوي، تحط كل شيء وتحط هذيك كيما هكاك وتخليها. عنا هذي لان هني بغي لاباج، هذي كي تحط معون مسخ ولا حاجة تخدم البروغرام هذي ينظف لك الماعون. وبعد نخدم البروغرام هذايا ايكونوميك 50 دقري، ينظف بالباهي واقتصادي. احسن حاجة نستعملها يعني، فما هذا يغسل بأكثر درجة سخانة، تاع معون أكثر مسخ، يبقى برشا وقت. حتى هذا يبقى برشا وقت. عندك نحطها أني في الدو، كيبدأ عندي معون مسخ نحطها في الآن ينحي الوسخ، وبعديك نحطها في الدو، نحطها ديمي شارج. نورمالمون ديمي شارج كيبدأ عندك شوية معون، مي أني نحطها ديمي شارج خاطر تبقى أقل وقت ويطلع نظيف يعني. فمش علاش باش نحطها هيك نورمال، حطها ديما ديمي شارج. باه شوف هذه تشعل حمرا خاطر ما عنديش ليكيد غنساج مش حاطه فيه. هذا السيل ماهوش يشعل، اما من غير ما تستناه لين يشعل باش تحط. وقت اللي تلاحظ المعون نتاعك بدا يشحن ولا حاجه كيفك، وقتها تحط السيل من غير ما تستناه لين يشعل لك. تلاحظ يعني المعون يولي ما عادش يطلع نظيف كيما قبل، وقتها تحط لها. هذه رجعها كما كانت،
وهذه هي اللي تخدم، تنزل على هذه باش تمشي، تحط زادة تنزل عليها زادة باش تحط فوز ولا حاجة تحب تنحي معونة تحط معونة أخرى تنزل عليها باش تسكر. كي تشعل هذه يعني مستعدة باش إنها تخدم، تنزل على هذه تخدم لك هذه تشعل لافاج، وبعديك تولي تعمل لك سيشاج يعني باش تشيح، وفي الاخر تشعلك هذه حمراء يعني سي كملت كملت غسلت. به نحلو من الداخل توا، به هذايا باش نحطو تابلت نتاعنا نتاع الغسيل، سواء تابلت سواء ليكيد، اذا فما نوع ليكيد تحطو لنا هذا تحطها، تحب تحطها لنا تحب تحطها لنا سي، تحط التابلت نتاعك لنا وتسكر هذه. وهذايا نتاع الغنساج، خذ الغنساج تصب غاديكية وتسكرها، تحط فين تحب انت هذه هكا لنا كاتخ ولا طوا ولا كيما تحب انت، نخليها طوا. باه هذا القجر هكا تجبد القجر، وهذا القجر الفوقاني هذا منا باش تحط حاجات فوقهم، ولا نجم تحط كاس لنا هكا هكا الكوب، نجم تحط مغارف حتى هكا واقفين طبعا نحطو معهم مع بعضنا. وهذه وين تحط الملح، تحل هذه. بالنسبة للي خذاو ماكينة أول مرة يحطوا الملح ويزيدوا معاه كاس ماء، ما يحطوش ملح وحده، ومن بعد تولي تحط جست كل الملح. الملح اني وهذا الفيتر هذا لازم تنظفه ساعة لساعة، حلو كما هيك تنحي منه شنو فما. يعني في الاغلب نحط معنا نظيف يعني نعمل له تشليلة، كل معونة ندخلها نعملها تشليلة فيسع فيسع، ما تشدش فوق الجملة حتى باش تغسل ايديك، يعني تغسل المعونة وتخليها على جنب، وإلا تحطها ديريكت في الماشينة حاضر هكا. توا نحطو البرودوي، نبداو بالملح عادي يخرج منها عادي، صعبة حبيت. باش نبدا نحط المعون، المعون مسانس نحيلو الوسخ نتاعو، خليتو المرة هذية بالوسخ باش تشوفو انو نجم تحط فيها حتى من غير ما تشلو، مش بالضرورة تشلو. هذا البلاصة نحطو فيه الكيسان، تجيو تشريو معون لوجو المعونة اللي تغسل في الغسالة باش تربحوا راحتكم. بالنسبة للمغارف حطوكم هكا السكينة، حطها ديما هكا اللطف
الغرفه العكس الكواكب. باش نحط برودوي حلو هذي نحطها كي هيك هذه نورمالمون تستعملها كي تستعمل تابلت كلاسيك. تابلت كلاسيك يعني ما فيهاش البرودوي رنساج وما فيهاش سيل، تحط سيل ومعها التابلت نورمال هذيكي والليكيد هذا، يعني اللي يستعمل التابلت اللي وريته لكم من غير ما يستعمل هذا، راه هذا جست حبيت نوريكم. وكهو بالنسبه للمعون نجم نحط فيها اكثر من هكاك راه. نجم نحط فيها اكثر من هيك سخونه، تحط برشا، حتى هذه تحط برشا سخونه، المغارف تحط برشا، غير اني ما عنديش برشا معنى المصيح. نحطها في هذه باش تبدا تغسل، نرجع لكم بعد ما تكمل. ولنا كملت نحط له صح، شوفها كيفاش. الحاجة الكبيرة تنحات يعني طب نحطها تغسل. حطها لنا في اثنين، حطها ديمي شارج أسرع. كملت غسلت، شايح نظيف، تغسل وتشيح وتعقم كل شيء. كان البلاستيك ما يشيحش بالباهي، ها البلار كل يشيح بالباهي. مغارف شايحة، تغسل حتى الحاجات الكبيرة ما تاخو إسباس. نغسل فيها حتى المهراس يطلع نظيف يلق. ان شاء الله نكون فدتكم بحاجه. ما تنساوش تشتركوا في القناه ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.